صلاة الفجر يا أخواني وأخواتي امتحان. اللي يريد أن يعرف أنه مصلي صحيح ها صلاة الفجر. أي إنسان يريد يختبر نفسه هل هو فعلا من أهل الصلاة اللي فعلا من أهل الصلاة يشوف نفسه في صلاة الفجر. إذا كان ها الله يعينه، وإذا كان حريص على الفجر أكثر من أي وقت هذا على خير. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد المنافقين في صلاة الفجر، صلى معنا فلان، اللي قالوا لا قال عرف أنه منافق. واضح؟ فلذلك صلاة الفجر نعمة من نعم. أي إنسان يصلي صلاة الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي، يعني في عهد الله، وكل من يعتدي عليه فهو والعياذ بالله قد خفر ذمة الله. فالإنسان في ذمة الله، إذا صليت الفجر فأنت في ذمة الله حتى تمسي، إذا صليت العشاء فأنت في ذمة الله حتى تصبح. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء.